أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: كم عدد السنن، سنن الرواتب، وما هي، وهل سنة الفجر واجبة؟ الرواتب 10 ركعات، أقلها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر بعد طلوع الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها. وأما العصر فليس له راتبة، لا قبله ولا بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 10 ركعات. وإذا صلى قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات يكون المجموع 14 ركعة، فهذا أفضل وأتم. نعم.